هاد ولد الناس الحمد لله داكشي اللي بغيت لقيتو فيه، اللهم لك الحمد. ديما انا وياه بخير من النهار اللي خديته، ما عمرني ما شفت شي حاجه اللي كتخسر لي الخاطر ديالي ولا هذا. وهو اصلا مني مريض عزيز عليا بزاف، كنبغي نعاونو. سي احمد ديما كنشوفك مع الزوجه تاعك. نعم خويا. وريني شنو علاش كتشاركوا في الجمعيه دائما؟ حنا الجمعيه دي لقينا فيها الراحه ديال البال ديالنا، ولقينا فيها الطمئنان ديالنا. نطلب الله تبارك وتعالى يسر السي يزيد والجمعيه كلها والطاقم التقني كامل. كنشكركم جزيل الشكر. وانا الحاجه ديالي هي الحب ديالي الحقيقي. كنتمنى الانسان ما ييأس من الحياه. شحال هاد الزواج؟ شحال استمر الحب؟ والحمد لله منذ دابا 36 سنة، 36 سنة وحنا بحال بحال هكا دائما الحمد لله بخير وعلى خير. دائما كنلقاكم في أنشطة، كنلقاكم في أي أنشطة. حتى دابا اللي بغينا شي لازيد في أي مبادرة كنكونوا معاه، في أي أنشطة عيط لينا، أي مدارس، في الروضات، في حفلات، في أي بلاصة، في أي منطقة بغينا حنا شي لازيد حنا معاه. واش مسر لهاد السعاده اللي باقا عندك انت في الزواج؟ حاليا كنلاحظوا ان البعض لما كيتزوج كتلقى القنطاب على وجهه، كتلقى معصب مشاكل، انتوما دائما تبارك الله كنلقاكم ضاحكين. علاش هادشي؟ علاش هادشي؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ففرض الدين ديال تجربه يدك. النهار الاول كتقلب على السعاده براسك، النهار الاول كتقلب على الحب الحقيقي ليك انت، النهار الاول كتبحث على الانسان اللي كيكون انت مرتاح ليه هو مرتاح لك. كطول العشره هما ذيك الحبل على وراء خوذة من وراء حجاب. حنا ما عندناش داكشي، حنا كنحطو ماشي كيقول لك انسان ما كتكونش خصام ولا ما كيكون، لا كتحط امام الواقع، كنحيدو ما لنا كنحطو اللي ما علينا. والحمد لله على كل حال ونطلبو. بالنسبه لسمعي خلاص، بالنسبه شكون الحمل على من كاين على حنا؟ الحمد انا مريض، عندي مرض السكر، كندق في الصباح، كندق الابره، وفي العشيه عندي معايا فانيد، ودابا في العشيه كندق ثاني ابره. اذا تقريبا كنتقاسم انا بالحياه، ولكن الدرك كله على هي. والحمد لله لقيتها مراتي دي كفء، مراتي العز، مراتي شي هامه، وهي الحمد لله كتناضل معنا في اي حاجه. كفى 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 بهذا المرء. زين كي تشوف هذا الشيء الحمد لله، اللهم الحمد. ماشي مرتي على المراه ديالي ديما معايا في السراء وفي الدراء، كنت ولا ما كنتش، والحمد لله على كل حال. هاد ولد الناس الحمد لله داك الشيء اللي بغيت لقيتو فيه، اللهم لك الحمد. ديما انا وياه بخير من النهار اللي خديته، ما عمرني ما شفت شي حاجه اللي كتخسر لي الخاطر ديالي ولا هذا. وهو اصلا مني مريض عزيز عليا بزاف، كنبغي نعاونو ونبغي نساعدو، لان هذا هو الحياه الزوجيه. المراه ديما تساعد راجلها، ديما تكون واقفه في صفه، ديما كل الامور ما بينه وبينه احسن حاجه هو يكون الحق ما بيناتهم، تكون الصراحه ما بيناتهم، طول العشره بيناتهم الحمد لله. ولا ما كانش الحق ولا ما كانش هذا، راه ما كاين والو. وديما الرجال، ان الرجال ديما يبقاو رجال الحمد لله. والمرأة إلا كانت المرأة صالحة تبقى مرأة صالحة ديما ديما، والحمد لله، اللهم لك الحمد.